احنا حكينا فيما سبق انه الحاسوب يتكون من جزئين، الهاردوير والسوفتوير. الهاردوير اي قطعه ملموسه في الجهاز، شاشه، رام. تفضل. هلا. بس بعد انك بدي احترم الحاضر. ما في مجال. انت متاخر، انت تاخرت كثير عندي وغياباتك كثير، فما في مجال. دكتور انا عارف، والله ما حد محاضرة الساعة 8، والله يا دوب نطلع، ما في مواصلات. راحت علي نومي. بتجيب لي اعذار من صاحبك في المستشفى. بنشرت السيارة معي على الطريق، الباص تأخر علي. والله والله ما في مجال، تفضل غادي القاعة. تفضل غادي القاعة. دكتور انا اعذاركم كلياتها هاي مارقة علي. تفضل غادي القاعة. هلا. بخلع في الباب كمان. جايين متأخر وبضرب في الباب كمان. جامعة خرب. دكاترة زي الزفت. اي اي الشباب، مين بتحكي انت؟ مالك؟ لا تحكي عن دكتور قرابتي اليوم. مالك؟ شو بتحكي عنه؟ خرا عليك وعلي. بدعس عليك وبدعس على كل قرابك، ماشي؟ بدعس على كل قرابك، بدعس. ماشي؟ اسمع شو هلا؟ اسمع اسمع تحكي عن قرابتي؟ اهلا عقوبتك. بالنسبة للمشكلة، لا ما في مشكلة، خلاص الأمور انحلت وإن شاء الله ما بيصير إلا كل خير. ما في مشكلة، أوكي أوكي أكيد. هلا الطلاب، أنتوا يعني طلاب جامعيين مثقفين وواعيين، وبيصيرش الحكي هذا نهائيا. وبالنسبة للإنذارات وللعقوبات هي في الملف، وتوكل على الله، خلاص تقدر تتوكل على الله، ما في مشكلة. الله يعافيك. هلا. الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة سببين. السبب الأول سبب خارج الجامعة، خارج أسوار الجامعة، وهو معني أو مرتبط بمدخلات التعليم الجامعي. نوعية المدخلات اللي اليوم اللي بتدخل للجامعة تحت تأثير تسليع التعليم والتأكيد أو التركيز على الجانب الكمي فقط وإغفال الجانب النوعي، صار يدخل للجامعة بعض الطلبة اللي غير مؤهلين للسير في دراستهم بالشكل الصحيح، مما بنعكس على سلوكاتهم داخل الجامعة. أما الجانب الآخر أو السبب الآخر للعنف، هو سبب داخل الجامعة اللي هو نتيجة لزيادة الأعداد. أصبحت الجامعات عاجزة عن أنها تستطيع تدمج الطلبة اليوم في أنشطة لا منهجية بحيث تحتوي طاقاتهم وتستطيع أن تنزع منهم الهوية المرجعية اللي للأسف شوهناها، وهي العشيرة. يعني ما زالت الهوية المرجعية لطلبتنا داخل الجامعة هي القبيلة والعشيرة. حقيقة العنف الجامعي من الظواهر الغريبة اللي صارت نشوفها في مجتمعاتنا الأردنية، ويبدو أن العنف المجتمعي انتقل للعنف الجامعي، وأصبح العنف الجامعي جزء لا يتجزأ من عنف مجتمعي موجود داخل الجامعات الأردنية، بحيث أصبحت الجامعات الأردنية اليوم تعيش ظاهرة غريبة في موضوع العنف. ولذلك لو احنا جينا وأحصينا عدد المشاجرات وعدد المشاكل اللي أصبحت في الجامعات خلال الفترة الخمس سنوات الأخيرة، لوجدناها أكثر بكثير من المشاجرات والعنف الجامعي اللي صار في الجامعات الأردنية من تأسيسها حتى عام 1985 أو بداية التسعينات. يبدو هاي الظاهرة هي جزء كما ذكرت لا يتجزأ من العنف المجتمعي وتأثير العشيرة في ذهن الطالب الأردني اللي ما زال مترسخ فيه حتى اليوم. ألو، إيش فيه؟ كمان طوشة؟ طب مع مين؟ استنى، إذا قبل لا نقوم، مع مين الطوشة؟ مع وليد؟ هنا جايين نحلها. عدم وضوح